ميناء العريش أحد أهم المنافذ البحرية المصرية، خاصة بما له من موقع مؤثر على السواحل الشرقية لمصر. يعود بعد فترة توقف لينضم إلى منظومة الموانئ المصرية ويعطي قوة للحركة التجارية، خطوة مهمة تثبت بها الدولة أن التنمية في سيناء امتدت من الأرض إلى البحر وفي القطاعات المختلفة، بما سيكون له أثر إيجابي على التجارة المصرية بشكل عام والحركة التجارية في شبه جزيرة سيناء بشكل خاص. كان هناك إصرار من الدولة المصرية أن ميناء العريش يتم افتتاحه، وهو ميناء العريش أصلا داخل في عملية تطوير كبير بحيث أنه هو يعني يصل إلى مستوى باقي موانئ مصر الكبيرة، اللي هي لأنه طبعا موقعه اللي موجود في مدينة العريش بيجعله همزة أقصر اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشمال البحر المتوسط. الميناء الذي يشهد عمليات تصدير مختلفة لمنتجات متعددة، ومن أهم ما تتميز به محافظة شمال سيناء، يستقبل حاليا أعدادا كبيرة من السفن الأجنبية المختلفة لنقل الشاحنات إلى وجهات متعددة. احنا حاليا دلوقتي عندنا الرصيف الحالي اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، في مركب دخلت النهارده، دي بتحمل اسمنت ابيض، بحت ان شاء الله كانت جايه من اسكندريه وهتروح روسيا، هتصدر الشحنه اللي تاخدها تروح بيها لروسيا. الميناء يشهد عمليات تطوير ورفع كفاءه مستمره تستهدف زياده في عدد الارصفه وتوسعتها ليزداد الرواج التجاري وتتضاعف حجم الصادرات المصريه. بنعمل تطوير اخر في خارج الميناء، عندنا حوض داخلي وحوض خارجي. الحوض الخارجي دلوقتي في عندنا رصيف حاليا يعني يعتبر في نهايه الانشاء بتاعه، وده هيبقى الاعماق بتاعته اكبر من هنا. في منتصف التسعينيات القرن الماضي تم تحويل ميناء العريش الى ميناء تجاري، بعدما كان دوره يقتصر على الصيد فقط، وعمل وظل يعمل في خدمه التجاره المصريه لسنوات طويله، واليوم يعود بهيئة مطورة وبطاقة أكبر تسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وبلدان العالم المختلفة، في دلالة تبرهن على ثبات خطوات التنمية في سيناء. ميناء العريش البحري منفذ بحري هام لمصر على الحدود الشرقية لسواحل البحر المتوسط، تعمل الدولة على تطويره ورفع كفاءته بعد إعادة تشغيله، وذلك لضمان الحركة التجارية بهدف تحقيق تنمية شاملة لسيناء. من ميناء العريش البحري مصطفى عبد الفتاح، النيل.